الصحراوي المتواجد في الـ في الـ في الـ في كلت ارباع المنطقه الصحراء الغربيه التي يسيطر عليها المغرب، فهم يتعرضون للطرد يوميا. من بينها وهنا اللي يدفع بالاسبك الكركرات، الارض كركرات هنايا راهو يسيطر عليها المغرب. هنا كانوا مواطنين صحراويين انتفضوا في وقفه احتجاجيه سلميه، يعني كانوا سلميين ما عندهم لا سلاح لا. هنا سقفوا في قطع طريق هنا طريق الممر الاقتصادي اللي كاين ما بين المغرب اللي تستعمل المغرب مع موريتانيا. واش دار المغرب؟ قاومهم بالسلاح وتسبب في جرح واحق مساكن تاع الصحراويين. دونك هذا الهجوم على الشعب الصحراوي بدون سلاح هو اللي عاود خلق الازمه هذه، وين جبهه البوليزاريو اضطرت الى التدخل والرد على هذا الهجوم على المواطنين العزل الصحراويين العزل، لانه ما قدروش يفرقوا اساتذه شكون هو اللي عنده الحق انه يقرر المصير من هذا الشعب، لانه هذه المنطقه محتله من طرف المغرب ومن طرف افراد يعني نتيجه الزحف اللي قامت به المغرب. اضافه الى ذلك يعني ما قدروش يوصلوا الى حل من الذي يشرف على هذا الاستفتاء ليكون استفتاء نزيه. دونك المفروض اجبنا على السؤال ديالك. هذا هو التكافؤ. احنا نقدر نقولوا صحيح انه راهي منطقه نزاع، ولكن الان احنا نعترفوا بجمهوريه الجمهوريه الصحراويه اللي هي الجمهوريه العربيه الديمقراطيه الصحراويه كدوله، واعترف بها الاتحاد الافريقي وكدوله تملك جيش تملك حكومه تنظم مثل كافه الدول في افريقيا. دونك عندها وزاره الدفاع ديالها وعندها جيش تاعها، يعني حتى ولا كانت تعتبر دوله ضعيفه، ولكن المقاومه عندها حق في المقاومه وسياده كامله في الاراضي العربيه.